تعتبر مدينة بنغالور بالهند مركزا استراتيجيا للصناعات الإلكترونية الدقيقة، ف35% من مواهب تكنولوجيا المعلومات بالهند تعمل في مدينة بنغالور، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية الهندية. ومن المميزات المدينة الهندية التقنية، نجد أنها تتضمن عددا لا يحصى ولا يعد من أعلى وأفضل كليات الهندسة، والتي تنتج أبحاثا ونظريات تساهم بشكل كبير في تقدم تكنولوجيا المعلومات بالهند. وقد جذب المدينة العديد من المكاتب الشركات العالمية إليها، وأهمها مايكروسوفت وأشبي، بالإضافة إلى تروائم وأنفو إغريك إس أبرز تلك الشركات. وقد أطلق الكثيرون عليها واد السيليكون في الهند. شكرا على حسن المتابعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.